ما حكينا سمنو كينا مش يونا بعض سونس انفيرس نتحرك برشا بون حتى نعرف شكون يتحرك زاد كيف يما باقي سمين لكن ما ناكل شيء صحيح وحسيت لقيت جربت عملت هيك الخلطات هذوكم اليوم قالوا لي ريتها كليفيور دو بيير قالوا لي خذها ما خديتهاش ما نكذبش عليك شنو اخر ما نسمعش الكلام كي يقولوا لي اعمل لك الحاجه الحلو في الليل كانوا نقول لك مساتين قوم اشرب جازوز لا كان نقول لك الحلو في في, في حياتي موجود معناتها في الليل يلزم نجيب لكم راجلي باش يحكي لكم باش تصدقوه يقول لي هذا الكل يكفي وين يمشي وين يمشي بالحق ديجا هذيك اول بوان باش نحكيو فيه اللي هي هذه عاده خايبه راهو اما انا نتحمل مسؤوليتها برمي الحاجات اللي تخلي البشر ضعيف معناها تو تجيك واحد يقول لك راني ناكل يمكن خير من العباد واكثر واحد في الدار كما قلت وين ماشي هذا يقول حاسدينهم يا ربي ياكل 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 وما ينهرش اللي هي ياكل وينكر واحنا ناكلوا هكا حتى مرسول جاتو زايد يظهر علينا احنا نشوفوه تصويرا نشوفوه انا تسمع هذيك كوتي جينيتيك معناها عندنا التروا تيب تاع بدنا باش نحكيو على التيب برك اللي هو تيب هذا ليكتومورف هذا التيب معناها كيما نقولوا العود احنا في لغتنا نقولوا العود نتاعو التيب هذا ليكتومورف تلقاه عنده برولور دو كالوري معناها يحرق الانرجي ميم في ليتا دروبو حتى هو راقد معناها هو راقد يحرق هذاك اللي عندي انا معناتها ربي خلقه هكاك معناها تلقاه حتى ماكل شارب والكل يرقد حتى هو في السمام تاعو تلقاه يحرق وتلقاه يحرق برشا زاده معناها مش هذه حاجه جمله كيفاش؟ ما حنا ما نحرقوش بارك الله فيكم لا لا ما قلت لك كرواتيب هو يحرق في الليل ويحرق وهو ياكل ويحرق وهو مرقد هو يحرق في اللي كالوري في الانرجي نتاعو هذا عامل له فما عامل اخر معناتها عندنا كما حكينا مرة اللي فاتت على الهرمون باش نرجعوا لها ما بريفمون كوتي هرمونال ساعه واحد عنده التيرويد هذا ريسبونسابل على السكريسيون هرمونال برمي الزرمون على الزرمون كرواسونس يبدا عنده مشكله في الدم ولا في التيرويد تلقاه الهرمون الاكسين تاعو ضعيف برشا معناها قلت الاكسي السكريسيون تاعو ضعيفه لازم يشوف طبيب معناها يمشي يشوف عدى على الدم ولا على التيرويد لازم معناتها يشوف طبيب ما فيهش حتى حل معناها نجم يعمل حلول الكل اختلال منظومه الغده الدرقيه تخلي الواحد يزيد ولا يضعف ياسر في الفواي معناتها هذه حاجه معناتها تيب 2 معناتها هذه اللي كوز 2 اللي تخلينا برمي الحاجات تخلي البشر ضعيف يقول لك انا نعمل في كل شيء نحكيو على الضعف نحكيو على الضعف كوتي هرمونال حتى سمين زاد نجم يكون الاكسيم تاع السم زاد تروبل في السكريسيون خلينا نسمع تقول فما نسى يقول وين سمينه راهو مش مني راهو عندي الغده فوالا اي فوالا معناتها لو فيت انا قاعد نعمل في كل شيء صحيح ومانيش قاعد نسمن كسوا نيتريسيون ولا سبور ولا اللي هو مش قاعد نسمن راهو عندي سيرمون مشكله في الكوتي سونتي لازم نشوف طبيب هذا ما فيهش معناها عندنا الاكسيم تاع الكونسنتراسيون فلا نحن في الخدمه ولا في القرايه ولا اللي هو عن الاكسيم تاع كونسنتراسيون فما عباد معناها عندها اكثر تركيز حتى ما نعرفش انا حتى بار اكزومبل باش يلعب جو تلقاه الكونسنتراسيون تاعو فوق من الطاقه الاكسيم تاع الكونسنتراسيون هذيك تحرق برشا كالوري تحرق لنا برشا انرجي وما تخليش بدني يخزن معناها ما تخليش صحتنا ايديا خلينا التخمام يحرق اكثر من العمل البدني يعني هذه نقطه مميزه يعني خمم بين 24 على 24 وشيء نقول لك يا بنتي 24 وين خمم مش في هذا خليني هكا يوسفي عندي حاجه مشكله تخليك تضعف الله لي يورينا مشاكل اما ساعه واحد يقول لك والله جاتني مشكله والحمد لله خرجت منها انت مضعف عطينا حاجه اخرى سهلي فضلك شنو كيفاش ضعفنا هو اللي هو اليوم يحب يعطي للضعاف كيفاش يسمنوا اللي بصحتهم استدعوني من نهار اللي بصحتهم اللي بسمناه الجمعه اللي فات حكينا على الاكسيم تاع بوا لي سوليسيون اللي تخليك معناها هذا كوتي معناها كيما حكينا في الاسباب اكثر الاسباب اللي تخليك ضعيف السبب الاخر اللي هو اكثر سبب براتيك مهمنا هو الترك نتاع لونترينمون ولا لي فور فيزيك ولا الرياضه اي سورتو الميسكولاسيون
مش بالضبط نقولوا مسكولاسيون عبيت تفجع مسكولاسيون قولك عبار وحديد وكيلوات فوقي وانا نهار كله ظهري انفاصلي للنساء انا خاطر ترينيتها ونعرف ماهيش ماكش باش تولي كالراجل قويه فوالا ماكش تولي خاطر كيما حكينا التستوستيرون الهرمون هذايا عند المراه تري فيبل اللي هو ريسبونسابل على الملتيبليكاسيون سيلولير نتاع لي ميسكل لونترينمون اش تعمل لنا نحن لونترينمون كي لو فيت انا نعمل تونيفيكاسيون مسكولير خفيف حتى ب 1 كيلو مثلا باش نخدم يدي حتى 1 كيلو الاكسيتاسيون مسكولير هذيك هو المسكول مش متكون مكون دي فيبر معناها كيما خطوط هكا خيوط تخيفين فهمتني لو فيت انت تعمل لهم الاكسيتاسيون الخيوط هذوكم اللي فيبر تصيرهم راميفيكاسيون يتفرعوا كالشجره ويكبروا كل ما تكبر كل ما زيد معناتها الماس مسكولير تزيد وكل بار 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 ديفو بار كونسيكونت تلقى روحك ربحت دي كيلو مسكولي لا ما همش غريس ومام طور ربحتهم معناتها في سيلويت معناها بدنك يبدا سافا محلاه وبوستور نتاعك محلاه ومام طور قاعد تزيد في الميزان اما لازم باش توصل تصير لك لازم الاليمونتاسيون نتاعك تكون معناها اون كونتيتي اون كاليتي مش اون كونتيتي معناها كي باش ناكل تقول قايل انا باش نسمن ناكل او جازوز او كسك تقاس تدفها بالكسكسي في بلاص ما يدور على اليمين يطيح جمل ما عادش نجم حتى يمشي معناها وحتى نفس يخفي بالسيف يضحك يحس اللطف جاتو باش يرجع اللطف دونك كي باش ناكل اون كاليتي مش اون كونتيتي معناها الاليمونتاسيون تاعي تكون بازيك سور على لي زابور بروتيني ولي فيتامين اي سورتو لي غلوسيد لازمني السكر لازمني برشا سكر اما السكر كيما نقولوا الصحي مش على السكر يا جماعه مش على السكر مش على السكر راني انا في وسط النهار كيما قلت معناتها خلني ناخذ الكاب تاعي نروحي انا كانيج حاجه اي انت اكزامبل نورمال راك جيت الموضوع هذا طويل ومازلنا باش نكملوه معاك كوتش الاربع جايه دونك اليوم اكتشفنا الاسباب براتيكمون اهم الاسباب اللي تخلينا ضعاف الاربع جايه ان شاء الله مع الكوتش رياض وسليتي يقول لنا شنو ما الماكلات وشنو ما انواع الرياضات وشنو ما الحاجات اللي ممكن تخلينا هكا نسمنوا شويه واللي يحب يعمل ديفي زاده مع الكوتش ينجم يتواصل معنا اذا كانك ضعيف وتحب تدخل في ديفي تنجم تتبع الكوتش وتشوف تطور الحاله نتاعك على امتداد السيزون هذه جرب روحك يا اخي تنجم تنجح راه سيرمو تنجم تنجح كيما حكينا المره اللي فاتت راك كان ما فماش فولونتي نقول ما نجمش وما نعرفش من قبل ما تجرب زيد نجربوا بدل الكل عندنا ساعه الفيسبوك اللي باش نحيوها الناس الكل والناس الضعاف باش ينطلقوا في الريجيم هذايا مع الكوتش هكا نوصلوا